أكبر قلعة رياضية، المفيد منه. في يوم من الأيام فلورنتينو باريز رئيس نادي ريال مدريد طلع عمل تصريح غير مفهوم لكل الحاضرين. عمل إيه؟ خرج فلورنتينو باريز في نوفمبر 2023 السنة اللي فاتت، قال لهم حرفيا: هذا هو ريال مدريد، النادي الذي فاز بدوري أبطال أوروبا 25 مرة. جبتهم منين؟ الله أعلم. أفضل نادي في العالم وأفضل نادي في التاريخ. الكلام ده قبل آخر تشامبيونز ليج، مش كان 14؟ أنت جاي منين 25؟ فلورنتينو بيريز اللي عنده أنجح نادي في التاريخ على مستوى أوروبا في الكورة، قال إن أنا عندي 25 دوري أبطال أوروبا، وهو رقم غير حقيقي، وعارف إن الناس فاهمة الكلام ده، لأنه كان بيحتفل وقتها إنه النادي بتاعه حقق ألقاب تشامبيونز ليج في دوري كرة في كرة القدم وفي السلة، علشان يقول للناس أنا عندي دوري أبطال أوروبا في الكورة، وعندي دوري أبطال أوروبا في السلة، وعامل لعبتين رياضيتين جامدين جدا. طب ليه كل ده؟ لسببين. أولهم إن الموقع الرسمي لريال مدريد والناس كلها عارفة في ريال مدريد إن دول اللعبتين اللي الريال بيحارب عليهم. كويس؟ وفريق السلة ده واخد 3 تشامبيونز ليج في آخر 13 سنة، بنقله من موسم 10-11 لغاية 22-23، حقق نفس البطولات اللي حققها فريق الكورة. 25 بطولة إجمالا للاتنين في كل المسابقات، وده الرقم اللي قاله فلورنتينو باريس. حلو الكلام؟ طيب ده السبب الأول. السبب الثاني، السبب الثاني إن باريس طالع قال الكلام ده لأنه ما عندوش ألعاب تانية موجودة في الوقت اللي كان قبل المؤتمر ده اللي هو نوفمبر 2023. نادي برشلونة بيحتفل إن كل ألعابه الموجودة في الكورة، في اليد، في الباسكت، في الهوكي، في كرة الصالات، في حاجة غريبة الشكل واللون، الألعاب الإلكترونية، كلهم محققين البطولات في أسبانيا. فخرج النادي ومشجعيه وإدارته ورئيس نادي وكرة النسائية كمان فخورين بإنجاز برشلونة العظيم، إنه إزاي بيبرهن للناس على إن أنا عندي نادي في كل الألعاب، بنتصر في كل الألعاب. أي نعم ريال مدريد ده واخد دوري أبطال أوروبا أكتر مني، واخد دوري أسبانيا أكتر مني، في إسبانيا هو المتزعم في كل حاجة، لكن أنا حاولت بشكل أو بآخر إن أنا أوثق الموضوع بتاع أكتر من مجرد نادي بحاجة تانية تقول إن أنا بعمل حاجة جامدة جدا. كرة نسائية 9 تشامبيونز ليج، اليد والكرة الصالات والهوكي وكل الكلام ده، وبالتالي على مستوى الألعاب الجماعية في آخر 5 سنين كان مكتسح كل حاجة، لدرجة إن برشلونة قرر إن هو يعلي الليفل، والألعاب الإلكترونية الموجودة عنده بدأ يكون لها فرق في حوالي 3 ألعاب إلكترونية. بس حاجة بقى غريبة الشكل، برشلونة عنده 3 ألعاب إلكترونية ليها فرق، الفرق دي ليها لعيبة وليها كابتن، يعني الرجالة دي بتلعب فيديو جيم، الرجالة دي ليها كابتن معاه الشارة وبيجدد عقودهم كل سنة. فريال مدريد طبقا لده، لا يا معلم ما تصدعنيش، هتقول لي كوره ويد وسله وجيمز ومش عارف ايه وايه، انا خد بالك من اللهجه، انا افضل نادي في العالم وافضل نادي في التاريخ، ده باريز اللي بيقول الكلام ده، وعندي 25 دوري ابطال اوروبا لانه حسب الكوره والسله، وانا اللعبتين دول وخلاص على كده. لما حد بيقول ان كل نادي بيفخر باللي يمسه بشكل او باخر، أو كل نادي بيحط الحاجة اللي هو متميز فيها بشكل أو بآخر وبيعلى بيها السماء، احنا بنتكلم على أقوى وأكبر ناديين على مستوى العالم وأفضل رئيس نادي في تاريخ الكورة. قرر إن هو يرد على التاني اللي هو عنده متفوق في كل الألعاب، رغم إنه باريس ده متفوق في الكورة في دوري أبطال أوروبا وفي الدوري، ما راحش قال لهم أصل أنا لا مش هتكلم في ده ما يخصنيش. حرب بحرب، رد برد، تصريح بتصريح، احتفال باحتفال. لما نمصر الكلام ده، الأهلي دائما يحتفل بلقب نادي القرن بقوته الكبيرة جدا على الصعيد المحلي والصعيد الأفريقي من حيث البطولات، الكاسح جدا سواء في عدد البطولات أو في الاستمرارية الكبيرة الموجودة عن فريق الكورة،
يفتخر الزمالك بتاريخه الموجود في كرة اليد سواء على الصعيد الأفريقي، وإنه أكثر حد واخد دوري أبطال أفريقيا في كرة اليد، الاتنين بعاد في السلة، يتفوق الأهلي في الطايرة، كل حد عنده حاجة هيبدأ يتكلم عليها ويبروزها كأنها أقوى شيء ممكن. فكان وضع طبيعي إنه لقب نادي القرن اللي الأهلي خده مفيش رد عليه. يعني جمهور الزمالك لحد النهاردة شايف إن اللقب ده كان ظلم، طب إيه الحل؟ فخرج رئيس الزمالك بفكرة أكبر قلعة رياضية موجودة في مصر علشان يكون في عنده سند لحاجة يقدر يفتخر بيها. الفكرة بس إنه مجلس الإدارة ما اداش للقصة دي توضيح، خدها من الناحية الفلسفية فقط لا غير. لكن أنت لو قلت أكبر قلعة رياضية في مصر علشان أنا في بطولات اليد، وده بقى اللي بنت الشام النصر والناس بيتكلموا فيه بعد كده، عشان حققت ألقاب كرة اليد وبفتخر بيها، فأنت هنا هتبقى عملت زي ما باريز عمل في كرة السلة عشان يرد على الجبهة التانية اللي متفوقة في كل حاجة. ده المشهد زي ما هو.